ازيكم؟ الفيديو ده هيبقى الجزء الثاني لتجربة عمل ديزاين للجريك ميثولوجي، عشان كانت النتيجة النهائية للجزء الأول خرافة، حبيت أعمل شوية تعديلات وأحسن من الديزاين بشكل ما. ده الديزاين الحالي وده الديزاين بتاع الجزء الأولاني. لو حابين بعد كده أعمل فويس أوفر وأنا شغال أوضح فيه أنا بعمل إيه، قولولي في الكومنتات، وأحب جدا أسمع نقدكم وآرائكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ويلا بينا نبتدي على طول. Thank you.
you.